إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي غنتكلموا فيها على الإطار المرجعي المادة ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز. بالنسبة للإطار المرجعي اللي خرج البارح ديال لوغانيزاسيون دي زونتربريز الباك ديال 2022، راه في بعض الأمور اللي يعني بعض الدروس اللي ما كاينش لاش تراجعوها، لأن ما غتكونش في الامتحان الوطني، ما غتكونش موضوع ديال الأسئلة في الامتحان الوطني. بالإضافة لذلك غنشوف في هذه الحلقة أو في هذا الفيديو إن شاء الله البارم ديال 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 الدروس، يعني كل درس كاين واحد البارم ديالو اللي خصكم، يعني احنا غنشوفوا شنو هما الدروس من حيث الاهميه اللي غتعطى او نيفو ديال الامتحان الوطني. الو بالنسبه للفيليير ديال السيونس ايكونوميك، راه عندكم دو بارتي فلا ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز، دو بارتي اللي عندكم اصلا في البروغرام كاينين في الامتحان الوطني، اللي هما لا بارتي الاولى استراتيجي اي كرواسانس، ولا بارتي الثانيه لا جيستيون دي روسوس زومان. غير هو كاين بعض الدروس اللي ما كاينلاش تراجعوا منين ما كاينينش امتحان الوطني، بحالاش مثلا بحال جينا مثلا الجيغ اش لا جيستيون دي روسوس زومان، بحال مثلا البلان سوسيال ما غتراجعوش كامل، غتراجعوا فقط الديفينيسيون ديالو، غتراجعوا لي موتيف ديال هذا بلان سوسيال و لي كونسيكونس. هادو عندكم في الامتحان ديفينيسيون الموتيف و لي كونسيكونس، لي موتيف و لي كونسيكونس. بالنسبه للغولاسيون زومان دون لونتربريز ما كاينش هاد الدرس هذا، دونك ما غاديش يكون. اذا عقلوا معايا، بالنسبه للبلان سوسيال كاين، ولكن كاين شنو كاين فيه؟ كاين فقط الديفينيسيون لي موتيف، عقلوا لي موتيف ديال هذا البلان سوسيال و لي كونسيكونس. ثلاث حوايج اللي غتراجعوها في بلان سوسيال: ديفينيسيون، موتيف اي كونسيكونس. بالنسبه للدرس ديال الغولاسيون زومان او سان دو لونتربريز ما كاينش عندكم هذا الدرس. بالنسبه لي زونجو دو لا جي ار اش ما كاينش هذا الدرس ديال لي زونجو دو لا جي ار اش، وعندكم ديفينيسيون ديال بلانيفيكاسيون استراتيجيك حتى هي ما عندكمش. دونك او نيفو ديال لورغانيزاسيون كلشي كاين الا هادشي اللي قلت لكم دابا. الغولاسيون زومان ما كايناش، لي زونجو دو لا جي ار اش ما كاينش، والديفينيسيون دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك ما كايناش. بالنسبه للباريم، الباريم غتحاول تعطيو اهميه شي شويه، ماشي فرق كبير ولكن شي شويه للجي ار اش اللي كتحط عليها 11 نقطه، وبالنسبه للاستراتيجي اي كرواسونس 9 نقاط. اصلا استراتيجي اي كرواسونس كتكون ديجا عندكم، راكم ديجا عرفتوا كيفاش تخرجوا الميتي، كيفاش تخرجوا الميسيون، كيفاش تخرجوا لي فيناليتي ايكونوميك سوسيال سوسيتال، تعطيو لي موداليتي ديال 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 او لي شوا استراتيجيك بحال ديفيرسيفيكاسيون سبيسياليزاسيون لابارتيسيون لانتيغراسيون لانترناسيوناليزاسيون. هادشي خصكم تعرفوا حتى لي موداليتي ديالهم، الاشكال ديال كل استراتيجي، كل شوا استراتيجيك عنده دي موداليتي ديالو، تعرفوا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال هادشي ديال هاد لي شوا استراتيجيك. تعرفوا تحسبوا لو تو دو كرواسونس او سان دو لونتربريز، تحسبوا تعرفوا ديروا الكومونتير ديال هذاك لو تو دو كرواسونس اللي هو كنشدو شيفر دافير جديد موا شيفر دافير قديم مع شيفر دافير قديم فوا 100. دونك هذا خصكم تعرفوا ديروا الكالكول ديالو والكومونتير ديالو. عندكم شنو ثاني اخر بالنسبه للاورغانيزاسيون خصكم تضبطوها؟ لانتيري ديال الدياغنوستيك استراتيجيك تاو كيتحط بزاف، يا اما دياغنوستيك انترن او لا اكسترن. دونك واحد المجموعه ديال لي كيسيون راه كتعاود في الامتحان الوطني غتحاولوا تجاوبوا عليها. ولكن هادشي الاستراتيجي اي خصوص كنظن اللي خدات لكم وقت طويل من المراجعه، لان شفتوها العام كامل، نتوما كتشوفوا الاساتذه تعطيوكم لي كونترول اللي فيهم ديجا هاد لي كيسيون ديال الاستراتيجي اي كرواسونس، واخا كيديروا لكم جي اش كيديروا لكم معاه حتى لي كيسيون ديال استراتيجي اي خصوص. ولكن تلاشيو في الدروس الاخرين اللي هما الجيستيون دي روسوس زومان، وفي الحين ان النقط عليهم في الامتحان الوطني مرتفع لنا 11 نقطة على جيستيون دي روسوس زومان. دونك حاولوا تركزوا في هذا الشيء اللي بقى لكم الامتحان الوطني، تركزوا على جيستيون دي روسوس زومان، لان ما كتكونوش ضابطين هو كتمشيو الامتحان وما كتعرفوش تجاوبوا على لي كيسيون. ندوزوا دابا لصحاب اس جي سي اللي عندهم واحد البروغرام اللي طويل نسبيا بالنسبه للاورغانيزاسيون. دونك عندكم الستات لي بارتي كاملين كاينين في الامتحان الوطني، كاملين كاينين في الامتحان الوطني. شنو ما كاينش عندكم؟ عقلوا على هذا الشيء اللي غنقول لكم.
ما عندكمش البلان سوسيال، دونك ما تراجعش البلان سوسيال، ما كاينش في الاتحاد الوطني، لي ريلاسيون زيمير او سان دو لونتربريز ما كاينينش، لي زونجو دو لا جي ار اش ما كاينينش، لي كونسيكونس دو لا كونسونطراسيون ما كاينينش، لي تيب دو ديفيرسيفيكاسيون كتكلم على لي تيب دو ديفيرسيفيكاسيون وحدها ما كاينينش، بحال الغو ديبلويمون البلاسمون الكونفورتمون السيرفي ما كاينينش، بحال البلانيفيكاسيون استراتيجيك شنو ما كاينش فيها، ما كاينش ديفينيسيون ديالها، وما كاينش لي زافونتاج او لي انكونفينيون ديال بلانيفيكاسيون استراتيجيك، ما كاينش الرونطابيليتي ايكونوميك، الراسيو ديال الرونطابيليتي ايكونوميك راه ما كاينش، ولكن الراسيو ديال الرونطابيليتي كوميرسيال او فينونسيير راه كاينين. دونك هادشي بالنسبه لورغانيزاسيون شنو ما غيكونش عندكم، راني قلت لكم دابا. بالنسبه للباريم، الباريم غتركزوا بزاف على استراتيجي اكرواسونس وغتبعوها لا جيستيون ديال روسو زيما. لاحظتي معايا استراتيجي اكرواسونس عطاها 6 نقاط والغوسو زيما عندها 5 نقاط هي 11 نقطة، والشيء اللي باقي يعني 9 نقاط اللي بقى بقات مفرقة ما بين الدروس ديال الدورة الأولى اللي هي الميركاتيك، غتجي المرتبة الثالثة في المراجعة لا ميركاتيك 3 نقاط، وعندك لا فونكسيون فينونسيير والأورغانيزاسيون دو لا برودكسيون والأورغانيزاسيون دو لا بروفيزيونمون، هادو كاملين بجوج جوج جوج يعني 6 نقاط. دونك نتوما حاولوا تقسموا الأهمية ديال المراجعة، عطيو الاستراتيجي كواسونس، اعطيو الجيستيون دي ريسورس هيومان المرتبه الثانيه في المراجعه، اللي الميركاتيك اللي لي زوتر بارتي الاولين اللي هما لورغانيزاسيون دو لابروفيزيونمون لورغانيزاسيون دو برودكسيون اي لا فونكسيون فينونسيير. دونك فوالا، هذا هو الاطار المرجعي وهذا هو الباريم اللي غيكون عندكم في الامتحان الوطني بالنسبه للماده ديال ليكونومي اورغانيزاسيون ادمنستراسيون دونتربريز. باش نطوع عليكم بزاف، كنتمنى هاد لا فيديو تكون نتاع اعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو الماكسيموم بوزيتيف افيك فوزامي وتشتركوا في القناه. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.